حبيب شو بك اخذني مقاطعه؟ قرب قرب عم قرب. سيجارتين هلقني هون احسن شيء. شيه؟ انت خرجك تشتغل وتنكش وتهتم بالارض، انت شاطر تسهر وتنام للظهر. هي انا من اولتي بحب السهر، بحب قرش الفيش، لقنيت ارض ولحبيت الارض. دخلك؟ ليش مش عم تجي تسهر؟ انا زمان ما شفناك، الشباب اشتاقوا لك. تركني يا، ما بدي زعل مرتي وامي. زعل الام والمره من زعل الرب. اها. انا ليلي اذا ما لعبت ورق وقعت مع الشباب بطق بفقع. دخلك؟ شو كثر الشغل والتعب؟ مين مات واخذ معه شيء؟ كله باقي هون تقبرني هون، والعمر مش حرزان. هيك معك حق. ما في حمار مات واخذ جلاله معه. حمار. تبقى شرف على القهوه تسلي لك شوي. لك خلي وقت الشغل للشغل ووقت الفرح للفرح، لك هيك بتروع عن نفسك وبتجدد نشاطك. ما تخاف على نشاطي كثير منيح ومجدد خلقه. منتسلى نحن وياك ومنجرب حظنا. وكمسعود ما حظي صار معروف. اخرتي مثل اولتي، جوعه وشبعه. لك شو بك صاير كسلان ومتشائم؟ اضحك خلي الدنيا تضحك لك. لك صاير عم تحكي مثل خجريو. هاي الشاش وهاي السه. شو هاي دوسة؟ دوسة 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 دوسة. وهي أربعة. مختار؟ خبروني مرجع شبابك. عم تروح أنت والشباب تسهر عند مسعود، شو القصة؟ شو القصة؟ شو عم بزهق بهالليالي؟ بروح بضيع لي شوية وقت، شو فيها؟ ما في تسلية إلا الورق والشباب. ولو ما أنا وياك أوقات عم نلعب بالطاولة. ما حضرتك اوقات عم تقطعني، شو بعمل؟ بروح صوب الشباب. ايه سهر مع كتاب مع قصه، اعمل شيء تستفيد منه. انا اللي مما تكون سهران انا وياك بسهر مع الكتاب، مع الزير ومع عنتر ومع امرؤ القيس ومع جرير والزمخشري. اشي هي زمخشري؟ ايه، ومع المتنبي وابو العلاء المعري. الكتاب ما في احسن من صداقته، بيسليك وبيفهمك اشياء ما كنت تعرفها. سبحان الله، كيف عاطي كل واحد عقلية وكل واحد هواية. أنا من نحن وصغار، من وقت ما كنا نتعلم تحت السندياني بالضيعة، من هيديك الأيام ما بحب القراية. ما بتتذكر هالشيء؟ بس بوقتها كنت صغير كتير ومغنج، كان المعلم ما يسترزق يحكي معك، يخاف من أمك تزعل منه. ولك بعدني لهلأ كبرت وعملت مختار وبعدني ما بطيق الكتاب. بس سبحان الله، بس أحمل الكتاب وأقرأ لي سطرين بتبنج يا زلمه، بحس بدي نام. انا بعكسك، انا لو كنت ميت من النعاس اذا دقت ايدي بالكتاب بوعى. عاب عاب والله. وكمشتك يا عبد الله شري. الفطاير خلصوا، اذا بدك تاخذيهم لرستهم. الله يرضى عليك يا حبيبتي، وصلي له اياهم. لا انا ما بدي اروح لعنده، لا طايقته ولا طايق حديثه اللي بيضجر. لك يا امي انت شو بدك بحديثه؟ ناقصك حديث وناس تحكي؟ المهم تشوفي صالحك ومعمين مستقبلي. ابن المنطقة كلها ما في غير رستم واحد، مش اثنين. منيح ما في اثنين. طيب انا رح وصل له اياهم. يعني يا عبد الله لو ما تجي على الغدا كنت زعلت منك. يا عمي انا مش غريب، ما بدي عزيمة. هيدا بيتك مثل ما بيتنا، انت قبلنا بالبيت يا عمي عبد الله. الله يديمكم ويخليكم، يخلي البيت لاصحابه. بابا حظي منيح اللي خلصت شغل بكير حتى اجي اتغدى معكم. لك ليك؟ بابا كأني شفت مسعود رايح لعندك. هي نياله هالمسعود، عايش على راسه. ما انزع منه الا المختار. المختار منزوع مثل مسعود؟ عامل حيله شاب وبيروح مع الشباب يسهروا عند مسعود. لكن مثلي انا زربيني بهالبيت. يا لطيف شو مزروب وحقك ماكول. يا حرام شو مظلوم، والبسينه بتاكل لك عشاك. لانه خلوني اسهر سهره بالجمعه مع الشباب، اذا المختار وعم بيروح يسهر معهم. مش سامع عمك شو عم بيقول عن المختار؟ عم بيقول منزوع، بدك اياه يقول عنك كمان منزوع؟ أنا من جهتي ما بحب تضيع الوقت على لعب الورق والسهر بدون فايدة، ولأنه الواحد يقرأ كتاب. واللي ما بيعرف يقرأ؟ يتعلم. أنا وصغير ما تعلمت، بدك يعني هلأ أتعلم؟ شو ناقصك؟
خلي عمك عبد الله يعلمك مثل ما عم بيعلم ابنك. هو صغير كنت اترجاه يتعلم ولنه يفك الحرف. ابعته ليعلمه يهرب ويروح يرعى معزه مع بيت اللقيس ويرجع على البيت حافي كل فرد من صباطه بميل، ولو ما يكون عمه عبد الله سكيف كنت صرامي ما لحق عليه. حاج بقى تذكرونا بالماضي وخلوني اسهر لانه ليله بالجمعه هلكت من الشغل. كنا منتركك تروح تسهر سهره، بس انت مثل الاولاد منخاف تروح تعلق وما تعود تعرف وين طريق البيت.